في زكاة الذهب الملبوس. هذا قولان للعلماء يا مشايخنا. الجمهور يقولون الذهب الملبوس لا زكاة فيه إلا ما كان يعد للإعارة. يعني امرأة عندها ذهب وتجيها هذه تبغى الملكة تروح تديها وتأجر لها، يعني تتاجر فين في الذهب، أو تجيب الذهب وتكنسه وتنتظر تقول لحد ما يعلق سعره قميش أبيعه. الذهب المعد للتجارة انتهى، أصبحنا في الذهب المعد للحلية وللتحلي وللبس. الجمهور يقول لك ما فيه إيش، ما فيه زكاة. بعض أهل العلم، هذا اختيار الشيخ بن باز لجنة الدين، يقول لك فيه زكاة. فخروجا من الخلاف ما كلفك شيء ولا خوف، يعني ما كلفك شيء نطلع منه ربع العشر. والخروج من الخلاف عبادة، والأحوط إيش، والأحوط عبادة. حتى لو هي جايبة للبس، ما هو ما فيش مناسبات، حسب المناسبات، جت مناسبة لبست، ما جت مناسبة